التعليم أنا ومحاضرات جميعا. فكرة هذا الكتاب وردت لي يعني خلال أحلى المناقشات يعني دور المرأة العربية في أزمة كورونا، وإحنا كشبكة تعليم المرأة العربية كان دور كبير جدا، كان حديث الإطلاقيات المصرية والعربية، ويمكن أنا كنت ليا ظهور مكثف في البدايات اللي كانت الناس كلها في البيوت، كنت بخرج وأروح الاستوديوهات عشان أبعت رسائل أمل للناس. عملنا لجنة طوارئ لاستقبال كل الاستفسارات، وقدمنا النصائح الطبية وقدمنا فيديوهات مستمرة، وهذه اللجنة شكلناها بعد أسبوع من ظهور كورونا. للأسف معايا الأستاذ الدكتور محمد أبو ذكري، نحييه جميعا، رئيس لجنة الصحة في شبكة إعلام المرأة العربية وأحد القامات الطبية في العالم العربي. طبعا أيضا شكلنا العديد من اللجان، منها لجنة جبر الخواطر، وأيضا أطلقنا مبادرة تصرفها في زمن كورونا، ومعانا قائمة كبيرة جدا جدا من الأطباء والمتخصصين للناس اللي بتواصلوا معاهم. قدمنا دعم نفسي من خلال طريق الدعم النفسي لشبكة إعلام المرأة العربية ل 1964 حالة في 18 دولة عربية وثلاث دول أوروبية. بعد كده نشأت فكرة هذا الكتاب حتى يكون تأريخ لهذا الدور العظيم للمرأة العربية اللي كان ظاهر للجميع. بينما يزداد العنف ضد المرأة في العالم العربي، بينما المرأة تظهر صلابة أكثر وقوة أكثر، وكان لنا دور كبير في تصدي للعنف، وتقدمنا بالعديد من البلاغات. كان في بعض الدول بتمنع المرأة من العزل، أن دعيت فهي المرأة تكون لكن لا تعزل، وتقدمنا في بعض الدول ومنها العراق، تقدمنا ببلاغات واستطعنا التصدي ونجحنا في جميع الحالات ما عدا حالة واحدة قامت قبيلة بإطلاق النار على البريس، لم يتمكن من يعني من هذه السيدة طوعية. فنبعت لي هذه الفكرة، وإن إحنا هنوصلها طبعاً عارفين إن اللغة العربية معتمدة من ضمن ست لغات في الأمم المتحدة. فإحنا خلاص إحنا نسخ في الطريق هنسلمها، وهنبعت برضه هذه الخلية، وهنبعتها أيضاً لحاج النساء العربيات في هولندا، حتى يعرف العالم كله يعني ما هي المرأة العربية وما هو دورها التي تعمل في الصمت، والتي مطلوب منها العديد من الأدوار في المنزل وفي العمل وفي كل حاجة في الحياة. لو انهارت المرأة انهارت الأسرة العربية، وأعتقد أن البلاد العربية من أكثر البلاد اللي قاومت فيروس كورونا، واللي ما حصلش فيها تصدع كبير ولا انهيار كبير زي بعض الدول اللي شهدت انهيار رهيب وفشل سريع في التصدي حتى على الأقل أول ست شهور يعني. لذلك كانت فكرة هذا الكتاب وإن شاء الله هتلاقوا اللي هي عدة ألوان الغلاف، إحنا طبعاً خمس طبعات من الجزء الأول ده، وهتلاقوا على الشاشة كل شوية موجود يعني في العديد من الأماكن، وهو أخرى هيكون في معرض الرياض الدولي للكتاب اللي هو هيستمر حتى العاشر من أكتوبر، وبدءاً من يوم 3 نوفمبر هيكون في معرض الشارقة من خلال دار النخبة للطبع والنشر والتوزيع، وأيضاً دار الروضة للطبع والنشر والتوزيع، وهيكون في كافة معارض الكتاب العربية. طلعت إن في تنوع في المشاركات في الكتاب من المحيط للخليج، جانا 121 مشاركة، تم استبعاد 101 مشاركة، وتم اختيار 20، حطينا 15 في رياضة الطبعة الجزء الأول، وفي الجزء الثاني معانا إن شاء الله تكون 15، معانا 5 وفي انتظار يعني باقي المشاركة. الدكتورة جيهان الرفاعي اللي هي الشبكة، نحيي العالم الكبير الدكتور وهاب محمدي، يعني أرجو من الجميع اعتبروا إن أنا بحييهم جميعا فردا فردا يعني، وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو تحت الفرصة الأستاذة حنان لترجمة نقطة تفاق كبير. شكرا. مش عارفه انا هتعمل جبر الخواطر دي ازاي، بس ماشي. طيب
When the network first started to publish the book, it was first decided on because of the women who faced inequality in the world in the corona period. A lot of women were calling out from Iraq, and this is not fair. I mean, I'm going to be talking in a personal level of this company here, Doctor. I'm going to be talking my personal level from what I actually understood, because this was really personal. A lot of women faced inequality in the corona period. Some of the countries were willing to allow women to die just because she's called a woman. This is when the book of women's successes in the corona period was published, or even the idea of creating such a book to show the importance of women, since women is not only half of the society, it's more than half of the society. However, I would also like to thank you, Dr. Montes, for actually giving an opportunity for beautiful ladies to actually talk about the positive perspective that happened in the corona period, since media is the voice for people who have no voices. And it's also an honor to be part of the seminar. حاولت ملخص على قد ما اقدر. تمام. So I would also hand over the mic for my colleague, Ms. Omeya.